السلام عليكم لافامي ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاصدقاء ديالي كما شفتوا البارح ياسين بونوت ألق وقدم مباراه كبيره ورائعه وساهم بواحد 90% من تاهل ديال الفريق ديالو اشبيليا على فريق المانيا يونايتد، الفريق اللي زعما فريق هو كبير. وعين اصدقاء ديالي كنتمنى يكون عجبكم هاد الكلام اللي قالوا على ياسين بونو ويوسف النصيري، خصوصا المعلق الكبير اللي صراحه انا كيعجبني. لا نقول لكم الاصدقاء ديالي كنتمنى تعطونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات وتشجعونا بلايكين ديما، وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا في فيديو ما احسن من هذا. كيف العاده كان معكم اخوكم انوار من قناه انوار برو. السلام عليكم.